لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. كهيدا كتجي. إذا الإخوان شوف نحاول نوصل لهذا الفيديو إن شاء الله بحول الله 200 لايك و1000 من المشاهدات، حيتاش بدلت الطريقة غنحاول نحط فيديو في سيمانة في أسبوع إن شاء الله باش ما نبقاش نحط فيديو كل نهار، فيديو في أسبوع نحاول نجاوب فيه على الأسئلة ديالكم ونتناول فيه أي حاجة كتعلق باليوتيوب مشاكل اليوتيوب إلى آخره. زعلان من حد سامحه واللي مخصمك روح له صالحه لو كان جرحك او انت جرحه ربك غفور رحيم رمضان كريم. الله اكرم وعد. اذا السلام عليكم الاخوان، اتمنى ان تكونوا بخير، رمضان كريم على الجميع، والله يقبل منا الصيام ديالنا كل اعمال الحسنه ويتجاوز عن السيئات ديالنا، والله يرفع علينا هذا الوباء ديال كورونا. في هذا الفيديو نهضر على بعض المعلومات اللي مهمين صراحه، واحد الفيديو جمعت فيه معظم يعني داكشي كامل اللي كيحتاجو اليوتيوبر الجديد. كما كتشوفوا دابا الناس بزاف تزادوا، عملوا قنوات، كل شيء مع هذا الحجر الصحي، كل شيء رجع عنده قناة، كل أستاذ يعمل قناة، يعني كل شيء خدا يعني هذه فرصة أنه يعمل قناة في يوتيوب. تزادوا الدوبل، تقول الدوبل ديال القنوات في يوتيوب تزادوا، وبالتالي حاولت نجمع واحد الفيديو نعمل فيه المعلومات اللي كيحتاج أي يوتيوبرز يعني من الزيرو حتى الأخر، كما كيقولوا من ألف حتى الزيد، من أي حتى الزيد. هذا الفيديو غيكون مطول شويش، ولكن حاولوا تصبروا شويش معانا وصافي، يكون فيه 10 دقائق 11 دقيقه، ولكن جمعت كما قلت يعني عوض تفتش تقرا في الانترنت هنا وهنا وهنا وتفرج 20 فيديو اولا، حاولت نجمع ديك المعلومات كاملين، داك الشيء اللي غتحتاج كامل كيوتيوبر، يعني كقناه عندك، كيوتيوبر عندك قناه في يوتيوب، داك الشيء اللي غتحتاج كامل غتجبرو في هذا الفيديو ان شاء الله. اذا السلام عليكم مجددا، في هذا الفيديو نهضر على قلنا يوتيوب يعني من اهم الشروط ديال اليوتيوب، كما كيعرف الجميع راه خصك 4000 ساعه من المشاهدات، خصك تجمع 4000 ساعه من المشاهدات و1000 مشترك، يعني باش تفهموا هذه القضيه خصك تفرج 4000 ساعه من المشاهدات، وتخيل انت 4000 ساعه من المشاهدات، عرفتي شحال فيها الفيديوهات، على الاقل خصك تعمل اكثر من 50 فيديو. بزاف ديال الناس كيعملوا دابا جوج فيديوهات ثلاثه فيديوهات، كيقول كيفاش تفعل كيفاش تعمل كيفاش، وما باقي ما ضرب والو، ما عنده حتى 1000 فيو 1000 مشاهده، راه خصك بزاف ديال المشاهدات، على الاقل تكون عندك واحد 50000 مشاهده 100000 على حسب فيديو واش طويل واش قصير الى اخره. المهم ديك الساعه نهضروا على هذه الخاصيه. اذا قلنا خصك 4000 ساعه من المشاهدات و1000 مشترك باش تفعل القناه ديالك، مزيان هي تفعلت. باش تفعل القناة ديالك ما بعد التفعيل كاين 10 ديال الدولار، هذا الشرط الثالث، يقال له الشرط الثالث، هاد 10 دولارات خصك تجمعهم من المشاهدات. 10 دولارات تقريبا كاين اللي كيقول لك 1000 مشاهدة عليها دولار، ولكن ماشي دائما، بعض المرات كتوصل 3000 كتوصل 3000 مشاهدة كتحقق عليها غير واحد دولار، بعض المرات غير 500 مشاهدة تقدر يجيك دولار، وداكشي على حسب الوقت، هو فيه تخربيق بزاف. نحاول نعمل شي فيديو على هاد، حيتاش هو صراحة باش نشرح لكم شرح طويل، يوتيوب كدي دابا على حسب الدقائق، واش فيديو قصير واش طويل، واش على حسب المدة الزمنية، واش مثلا المدة الزمنية واش ديك 1000 مشاهدة تشافت في 24 ساعة ولا في سيمانة، ولا ماشي هي إذا تشافت في عام كامل، يعني كيكون بزاف ديال المعايير، واش الفئة العمرية، المناطق فين تشاف فيديو، لا تشاف في المغرب، ماشي إذا تشاف في أمريكا ولا في شي منطقة أخرى، يعني كل واحد كيفاش كيحسب، كل دولة عندها شنو الاسم ديالها، عندها العملة ديالها، يعني كاين فرق بزاف في داكشي. ما علينا، ملي كتحقق 10 ديال الدولارات اللي هي صراحة صعيبة، ما هي وما لونها، باش تحقق 10 دولارات ماشي سهلة، خصك صراحة خصك العمل بزاف، كتحقق 10 دولارات كيصيفطوا لك الرساله اللي فيها الكود. انا صراحه هاد الرساله ما صيفطوا لي شي، ولكن عملت واحد الطريقه اخرى، انا مشيت قلت لهم اسيدي غندفع من خلال الحساب البنكي. انا دابا حققت الشرط الثالث في طريق نحو تحقيق الشرط الرابع ان شاء الله اللي هو 80 دولار. قلت لهم صافي انا خصني الحساب البنكي، ندخل بالحساب البنكي، عطاوني صافي دخلت الحساب البنكي، راه كنت تما كيعطيوك التسجيل، انا نحاول نحط لكم الصوره ان شاء الله، كيعطيك تسجيل، كتسجل صافي، كتكتب الريب ديالك يعني الترقيم ديالك البنكي ولا الحساب البنكي الريب،
في 24 رقم كيصيفطوا لك واحد المبلغ ديال المال. هادشي ملي كتكون واصل 10 دولار كيصيفطوا لك واحد المبلغ ديال المال. كيسقسيوك تما كيقول لك شحال صيفطنا لك باش تكسبوا تما، وشحال كيصيفطوا لك 0.01 دولار 0.3 دولار، يعني كاين واحد الثمن رمزي صغير باش يتاكدوا من المعلومات باش يعرفوا انت بلي انت هو انت انت هو مول القناه. مزيان، ملي كتسالي هذه القضيه كيقول لك خصك توصل 80 دولار اللي هي 800 درهم مغربيه، خصك توصل 80 دولار باش نصيفطوا لك الفلوس. يعني ما يمكنش تخلص من يوتيوب الا اذا وصلتي هذا الثمن اللي هو 80 دولار، مستحيل 70 دولار، خصك حتى توصل 80 دولار، وعندك المده الكافيه عام شهر شهرين انت تما حتى تحقق حتى توصل ديك حتى توصل ديك المده الزمنيه اولا ديك داك المقدار. ملي كتوصل 80 دولار صافي عاد كيصيفطوا لك الفلوس وصافي، ديك الساعه كتبقى صافي كيحسبوا لك كل شهر شحال كتجيك. ماشي 80 دولار زعما صافي كل شهر، يوتيوب راه ماشي خدمه ديال كل شهر كيقول لك شحال كتشد في الشهر، ماشي كل شهر انسان كيتخلص في يوتيوب، كل شهر عنده شهريه مثلا، راه هذا الشهر يقدر يجيب مليون، شهر اللي ما يجي يجيب 100000 ألف درهم، يقدر يجي 3000 5000 درهم، يعني كل واحد ورزقه، كل واحد والمشاهدات ديالو، داكشي على حساب المشاهدات، على حساب الخدمه، على حساب الفيديوهات الى اخره. اذا ندوز مباشره الاسئله، عندي هنا بعض الاسئله نحاول نجاوب عليها، كنتمنى تستافدوا منها. عندنا السؤال الاول يقول مرحبا، انا عندي تقريبا 50 فيديو في قناتي في اليوتيوب وباقي ما حققتش 4000 ساعه، باش تنصحني؟ باش ننصحك خصك تعمل فيديوهات وخصك تعمل لي لايف، اذا كنت واصل 1000 مشترك خصك تعمل الحفلات كما كيقول الحفلات، هو انك كتعمل اللايف المباشر وكيساعدوك الناس، كيجيو لعندك الناس، كتبقى تناقش شي موضوع شي حاجه الى اخره باش كتطلع السوايع ديالك، هذا هو الهدف. اولا كتعمل فيديوهات، حاول تنشر اكبر عدد من الفيديوهات، حاول تتبع الفيديوهات اللي كيتمشاو حاليا، الفيديوهات اللي كيتفرجوا فيهم الناس حاليا، التوندونس الى اخره، هذا ما كان خصك غير تعمل فيديوهات وصافي ان شاء الله وتوصل. 50 فيديو مازال خصك، انا راه شحال عملت فيديوهات 250 فيديو عاد فعلت لي القناه، 250 فيديو ما كانت عندي لا معاونه، ما كنت كنعمل لا حفله لا لايف لا حتى حاجه. سؤال ثاني يقول هل استطيع ان احقق الشرط الثاني دون حفلات؟ طبعا اخ الاستاذ وميد الصحراء تبارك الله عليك، تقدر طبعا تقدر. بالنسبه للناس اللي ما كيعملوش الحفلات، كاينين الناس بزاف ووصلوا، غير هي كتكون مساله وقت، غدي لك الوقت. انا شخصيا حققت فعلت القناه ديالي بلا حفلات بلا حتى حاجه، عمري عملت حفله غير من خلال الفيديوهات، ولكن خصك تشحط، خصك تعطي الفيديوهات بزاف، خصك الفيديوهات بصح على الاقل 200 فيديو 150 فيديو، حيت واخا تجي تحسبها كما حسبتيها خصك ضروري الفيديوهات، الفيديوهات زائد لي لايف بجوج، حتى اللايفات كيلعبوا الدور مزيان اذا كانوا عندك الناس راه مزيان. كاين الناس وصلوا غير بلي لايف، يعني الحفلات وصلوا في شهر 15 يوم 20 يوم، ولكن لي لايف عندهم الناس موجودين، يعني كتدخل عندهم كتجبر 50 واحد 60 40 اونلاين، يعني كتجبر عنده الناس. اخي علي بغيت نعرف شنو هو محتوى مكرر، واش اي فيديو تهز من يوتيوب مكرر، واش ستوريات انستغرام محتوى. محتوى مكرر يعني كاينين جوج ديال الشقين، بعض المرات كتجبر انسان عنده محتوى مكرر، يعني نفس العنوان كيعمل لي لايف نفس العنوان نفس الصوره نفس، دائما كتدخل عنده كتجبر القناه ديالو كامله نفس الصور نفس المونتاج نفس ما كيبدلش، وكتجبر اغلبيه نفس العنوان. اولا مثلا كتجبر محتوى مكرر ملي كيكون فيديو عملته انا، عملوا هذا عملوا هذا عملوا هذا، ونفس العنوان نفس ديك المعلومات كامل، يعني انت ما عملتي عليه لا لمسه لا كتابه، ما كتبتي عليه، ما بدلتي صوره، ما بدلتي صوت، ما خليتي هايداك. دابا فيديو كيبقى يدور في يوتيوب، وتخيل دابا واحد فيديو نعملوا انا وهذا 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 وهذا، يعني صافي ما بقى لا محتوى، ما صنعنا لا محتوى لا والو، ضروري خص تكون واحد اللمسه، تعمل عليه المونتاج، تزوق، تحيد التصويرات، تحيد الصوت، تقطعوا، المهم تكتب العنوان الى اخره، يعني ضروري خص تبدل فيه. شكرا خويا علي. اخت سيرين شكرا خويا علي، انا بغيت نعرف كيفاش نجمع الدولارات، قهرنا الشرط الثالث والو ما بغى يكمل، رمضان كريم اخي. بالنسبه للشرط الثالث صراحه انا ما عرفتش وجهني ساهل ولا هو، صراحه صعيب، ما كاين حتى حاجه ما سهله هنايا وحتى حاجه ما صعيبه صراحه. الله انسان غير بالمعاونه خص التعاون، راه حتى واحد ما ينجح بوحدو، ضروري خص التعاون، خص التعاون، خص جروبات، خص المجموعات باش تعاونوا بيناتكم، السويعات الى اخره باش توصل، راه ما يمكنش شي واحد يوصل بوحدو، راه مستحيل
راه ديك الناس اللي كيجبروا مثلا حاليا دابا كيتخلصوا مليون في الشهر، 2 ملايين، 3 مليون، راه بالتعاون راه مستحيل ينجح شي واحد بوحده، ضروري خص التعاون، شي كيعاون شي وكيجيب الله السهله والتيسير. سؤال اخر، الاخ مراد يسال هل ممكن تحقيق الشرط الثاني بدون حفلات؟ طبعا يمكن، كما قال الاخ اكيد يمكن تحقق بلا حفلات غير بالفيديوهات، ولكن خصك تعطي شرط الفيديوهات وحاول تعمل الفيديوهات اللي كيكونوا مطلوبين الناس حاليا، حاجه اللي كيهضروا عليها دابا حاليا في الطوندونس، او لا يعني كتحضي الحاجه اللي كتكون يلاه بنت شي حاجه جديده، يعني غير كتعمل فيديو يقدر يوصل 1000 2000 3000 في 24 ساعه، ماشي كتعمل فيديو 100 مشاهده، هذاك ما فيديو ما حتى حاجه. السؤال ديال انس، واش يمكن دوي مع يوتيوب يرجعوا لي فيديوهات ممسوحه من القناه بالغلط؟ الاخ انس، واخا تهضر معاهم ما يردوش عليك، علاش؟ حيتاش هما ما كتكونش عندك واحد المصداقيه. شوف اولا اذا كانت عندك القناه ما مفعله شي ما كتكونش عندك المصداقيه، اذا كانت عندك مشتركين قلالين ما كتكونش عندك مصداقيه. واش واحد عنده مليون مشترك ولا 100000 مشترك؟ ماشي بحال واحد عنده 2000 3000، ما غيتسوقولوش، انت كيشوفك مجرد واحد حشره صغيره يعني عادي، ولكن الواحد اذا كان عنده مشتركين بزاف الى اخره كتكون عنده مصداقيه اكثر. مثلا انت اذا مشيتي عملتي السينيال لواحد ما يثقش فيك يوتيوب، ولكن واحد عنده 100000 ابوني ولا عنده مليون ابوني ومشى عمل لواحد السينيال، يعني كيكون عنده واحد الصداقه، حيت هو الكليان ديال يوتيوب، هو القريب، هو اللي كيتعاملوا معاه مزيان. اما باش تهضر، ما كون كان شي واحد عنده مليون مشترك وعمل له هذا المشكل اكيد غيرجع الفيديوهات ديالو. اما حنايا، حنايا بسطاء، باقي ما عندناش مشتركين بزاف، باقي كلامنا لا يسمع. بيوتي باي هنا، بالنسبه للارباح هذه الايام ضعيفه، واش المشكل من القناه ولا الاعلانات؟ لا، بالنسبه للارباح، الارباح راه ارباح، داكشي عالمي دابا، كنت هضرت على هذا الشيء. بالنسبه للاعلانات، ما بقاوش الناس، ما بقاوش الشركات كيعملوا اعلانات بزاف، حيت كلشي تازم، كلشي وقف، كلشي يعني لا داعي، انسان لا داعي الشركه تعمل اعلانات، كتقول لك علاش نعمل اعلان وصافي، بقات لا بيع وشري لا والو، يعني حتى كتكون الرواج بيع وشري دابا كلشي وقف، وحتى ديك المبالغ اللي كانت على الاعلانات يعني نقصات، ما بقاش ديك الثمن هو هذاك. مثلا اذا كانت 1000 مشاهده دولار، دابا رجعت 2000 مشاهده دولار، اذا كانت مثلا 2000 مشاهده بدولار رجعت 4000، يعني دائما كيتزادوا. دابا مع الازمه راه كلشي غير خاص كلشي. كنصيحه اخيره الاخوان، هاد يوتيوب، اليوتيوبرز، الناس اللي عندهم القنوات، طبعا انا كنهضر دابا مع الناس اللي عندهم قنوات، يوتيوب كيحتاج الصبر باش تعمل يوتيوب، الصراحه صعيب، يعني ما توقعش على اساس انه تعمل يوتيوب شهر شهرين 3 شهور تخلص، 4 شهور 5 شهور تعمل لاباس ولا تبقى تخلص من يوتيوب، راه هادشي يعني واحد الطريق طويل، يعني كضرب، خصك الصبر، الصبر الصبر، خصك تصبر، وخصك الفيديوهات بزاف، خصك الفيديوهات بمعنى الكلمه، خصك تنشر فيديوهات، وخصك تزوق القناه ديالك، وخصك تعاون مع الناس، وخصك تعامل مع الناس، وخصك تمشي تساعد الناس، ما تعملش فيديو تسنى يجيو الناس، انت خصك تمشي تفتش على راسك، انت عاون الناس باش يعاونوك، خص يكون تبادل، خص يكون مساعدات، خص يكون تعاون، راه حتى واحد ما ينجح بوحدو، دائما خص يكون تعاون مع الناس الاخرين. اذا بغيتي تطلع، اذا بغيتي تكون معروف، اذا بغيتي تكون القناه ديالك مزيانه، خص انت تعاون عباد الله باش عباد الله يعاونوك ويسهل عليك الله، وانسان يكون مخلص في العمل ديالو، اي حاجه كيعملها الا وكيتقنها الا وكتعجبو، حاول تعمل في يوتيوب، حاول تعمل الحاجات اللي كتعجبك، ما تعملش الحاجات باش ترضي الناس وصافي، الحاجه كتعملوها وانت مرتاح. ودائما يوتيوب دائما كنقولها وكنعاودها، ونصيحه مني، يوتيوب دائما خذها كهوايه، يعني كبدايه كتبدا كهوايه، مع المده ان شاء الله عاد تفكر في الفلوس، ماشي تعمل جوج فيديوهات ثلاثه فيديوهات وكتسنى تخلص من يوتيوب، ماشي تعمل خمسه فيديوهات ولا 10 وكتسنى تفعل لك القناه، راه ماشي هادشي، وراه يوتيوب ماشي هيدا، وماشي كتسنى مثلا تفعلت لك القناه صافي غتقول غدا يصيفطوا لي الشهريه ولا، وراه يوتيوب ماشي هيدا، وراه خصكم تبدلوا الافكار ديالكم، راه خصكم تقراو على هاد يوتيوب. كما قلت، اذا هذا مكان كنتمنى التعاون، التعاون ديالكم، وكنتمنى تساندوني ودعموني كما دائما، وديك العباره عاود بلاتي نعاود، لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله. ما تنساوش تدعمونا، نحاول نوصلوا هذا الفيديو ان شاء الله 200 لايك، هذا كيطلبها كبيره، 200 لايك و1000 مشاهده في ظرف اسبوع ان شاء الله، حيتاش ما نشرش شي فيديو شي حاجه حتى الاسبوع المقبل، واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه بغى نشرو الاسبوع المقبل يحاولوا ينزلوا في المنتدى ان شاء الله، غنخلي المنتدى راه تما الاسئله، اي سؤال باين لكم فيما يخص اليوتيوب، مشاكل اليوتيوب، عندك شي مشكل شي حاجه، اذا كنت
الحاجة إذا كنت كنعرفها غنقول لكم راه كنعرفها، ما كنعرفهاش نقول لكم ما كنعرفهاش، أو لا أنا نحاول نفتش عليها ونجيب لك الجواب إن شاء الله للسؤال ديالك. وهذا ما كان، كنتمنى التوفيق للجميع، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى المساندة ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.